القدس الآن واحد أمين. نقف لسماع الإنجيل المقدس من إنجيل معلمنا لوقا البشير صحاح 9 من آية 57. بركات فلتكن معنا أمين. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: يا سيد أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال لآخر أيضا: أتبعك يا سيد، ولكن ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء، يصلح لملكوت الله. والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين. قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا، في سؤال بيقول: لا تجعلوا إبليس يفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. لا تجعلوا إبليس يفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. كيف نفسر هذه العبارة؟ طبعا احنا بنعرف ان طرق ابليس هي طرق الخطية. الشيطان لما بيحاول يسقط انسان في الخطية يحاربه باي خطية من الخطايا او اي نوع من الظلمة. الانسان بعد ما بياخد استنارة المسيح بيكتشف كل الالعاب بتاعت الشيطان، بحيث ان لما بتجيله الخطية بيعرف اصبع ابليس فيها، فبيبقى لعب ابليس بقى مكشوف. طب هل يا ترى ابليس يقف ساكت مكتوف الايدي؟ طبعا لا، يبتدي يسلك طريق اخر غير طريق الخطية، غير طريق الخطية. الطريق اللي يسلكه هو طريق الحكمة والفلسفة والعلم، وده اللي دخل به ابليس لرجال الدين وحصلت البدع والهرطقات. عشان كده يقول: لا تجعلوا ابليس يفسد اذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. القلب مع العقل بيتعاملوا مع بعض بطريقة متوازية، كل ما يكبر العقل كل ما يصغر القلب، وكل ما العقل يبقى بسيط كل ما القلب بيبقى كبير. عشان كده القديس اغسطينوس، هضرب لكم مثل، دخل كنيسة من الكنائس اللي في ميلانو، فوجد صورة للست العذراء شايلة المسيح، والصورة دي جميلة جدا، رسمها واحد فنان عظيم. الحقيقة الصورة عجبت مين؟ اغسطينوس. فقعد يسرح ويتأمل فيها، بس فيها غلطة. المفروض العذراء تبقى عن يمين مين؟ المسيح. الرسام حط العذراء على شمال المسيح. فاغسطينوس وقف متغاظ، يعني الرسام ده ما كانش قادر يخلي العذراء عن يمين المسيح، والآية واضحة: جلست الملك عن يمين الملك. وقعد متغاظ لو اتنقلت الصورة كده غلط كده غلط، وهو متضايق. واحدة ست دخلت ولعت شمعة قدام صورة العذراء شايلة المسيح، وخدت البركة ومشيت. فاغسطينوس سأل نفسه، هو قاعد يهرف نفسه، والست دخلت خدت بركة العذراء وخرجت، فبكى بالدموع وقال العبارة الآتية: قال: بينما نحن معشر الفلاسفة نفكر في الطريق الذي يؤدي الى الملكوت، يكون البسطاء قد انسلوا ودخلوا الملكوت. بينما نحن معشر الفلاسفة
نفكر في الطريق الذي يؤدي الى الملكوت، يكون البسطاء قد انسلوا ودخلوا الملكوت. البسيط ببساطته بيقبل المسيح. عشان كده يقولك ايه، لا تجعلوا ابليس يفسد اذهانكم في البساطة او عن البساطة التي في المسيح يسوع. انا مرة بصيت لقيت واحد دكتور شاور لي كده بعد القداس وقال لي انا عايز اسألك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي المعلقة دي اللي بتناولوا بها الدم من بق واحد للتاني مش ممكن تنقل العدوى بتاعة الامراض؟ طبعا الانسان الناس البسطة في المسيح يسوع تبص تلاقي جه خد دم المسيح، ده ربنا ادانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب ونشرب السم القاتل فلا يضرنا. القديسين كانوا بيرشموا على السم علامة الصليب، فكان السم بيروح مفعوله. لكن العلم بتاع الراجل ده قال له ان المعلقة لما تطلع لبق واحد للتاني ممكن تنقله عدوى مرض من الامراض. ادي المثل بتاع ابليس، لا تجعلوا ابليس يفسد اذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. عشان كده ناخد المسيح بكل بساطة، بكل ايمان، بكل ثقة. حتى بولس الرسول، بولس الرسول كان فيلسوف. مش معنى كده ان انا بلغي الفلسفة والحكمة، لا، الفلسفة والحكمة مهمة وموجودة وربنا طلبها. الحب الرب الهك من كل فكرك زي ما قال من كل قلبك. لكن بولس الرسول حتى لما جه يبشرنا يقول لنا لما اتيتكم لم اتيكم بحكمة من هذا العالم. ليه؟ الم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ فحكمة العالم بالنسبة لربنا تعتبر جهالة. واحد بيقول كيف يمكن التخلص من الافكار الشريرة التي يلقيها الشيطان دائما في اذني رغم انني غير راضي عن هذه الافكار؟ شوف يا حبيبي، المشكلة مش في الافكار اللي تجيلك، المشكلة في مدى استجابتك للافكار اللي بتيجي. احد الاباء القديسين مش فاكر اسمه قال ايه، انت لا تستطيع ان تمنع الطيور ان تحلق فوق رأسك، ولكن تستطيع ان تمنعها ان تقف على رأسك. يعني الطيور حد فيكم يقدر يمنعها انها تطير فوقيه؟ لا، طول ما انا ماشي والطيور بتطير فوقي انا مالي. لكن اقدر امنع الطيور انها تقف على ايه؟ على راسي. اي فكر شرير انا ما اقدرش امنعه انه يجول بخاطري، لكن اقدر امنع ان انا اتجاوب مع هذا الفكر الشرير. والفكر الشرير لو جالك وطردته في الحال ما بيعتبرش خطية. الخطية اللي بتعترف بيها بمجرد ما يجيلك وتبتدي تستجيب ليه ولو لثواني، تبتدي تتلذذ بيه او تستجيب له او تاخد وتدي معاه لثواني، بيعتبر فكر شرير. ازاي بقى الفكر الشرير يخف عني؟ اقول لك بالمل. بالمل الكوباية لو شلت منها المية هتتملي هوا. احنا عايزين نشيل الهوا من الكوباية، ما نقدرش نسحب الهوا، لانك تسحب الهواء من ناحية يدخل من ناحية تانية. ولو قفلتها وسحبت الهواء كله الضغط ممكن يطبقها. عشان كده عايز تطرد الهواء املى الكوباية، عايز تطرد الفكر الشرير املاه بفكر ايه؟ مقدس. خلي افكارك مقدسة، حواسك تبقى تنظر نظرات مقدسة، سماعك يبقى سماع مقدس، انشغالك يبقى انشغال مقدس. وبقدر الامتلاء العقل بقدر ما الفكر بيخف بالنسبة للانسان. ندخل في الموضوع بتاعنا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. الحقيقة واحنا في نهاية عام 1986 وحنستقبل عام 1987 لازم يكون لنا وقفة مع النفس ومع الذات. وانا جاي فكرت اتكلم عن ايه، والموضوع اللي هتكلم عليه هنا هو الموضوع اللي هتكلم عليه عندنا ليلة رأس السنة السنة دي. موضوعنا السنة دي اللي ناخده عبارة عن ثلاث نداءات، نداءين من بشر الى الله
ونداء واحد من الله الى البشر. النداء الاول واحد قال له يا سيد اتبعك اينما تمضي، هو اللي طلب من المسيح يا سيد اتبعك اينما تمضي. النداء الثاني كان من المسيح لواحد قال له اتبعني من غير ما يقول له اتبعك. النداء الثالث من واحد قال له ائذن لي اريد ان اتبعك، ولكن ائذن لي ان اودع اهل بيتي. القديس لوقا جاب الثلاثة ليس بمعنى الثلاثة، ولكن الثلاثة دول موجودين في الانسان الواحد اللي هو انا وانتم. ناس كتيرة بتيجي في بداية السنة او في نهاية العام لاستقبال العام تقول انا طلبت ربنا كتير وانا صليت بدموع وقلت له يا رب انا عايز ابقى معاك باستمرار، مش عايزك تفارقني لحظة، عايزك تبقى معاي ترافق حياتي تشدد ضعفي تقوي ايماني، لكن الحقيقة ما بلاقيش استجابة، بلاقي رفض. هل ربنا مش عايزني؟ ولا هل انا صلواتي غلط؟ ولا ايه السبب؟ عايزين نعرف النهاردة ايه السبب. واحد يجيله لغاية عنده ويقول له يا سيد اتبعك اينما تمضي. خلوا بالكم هنا كلمة اينما، اينما في اي حتة تروحها انا تبعك، ولكن ما نعرفش السبب. الرجل ما اعلنوش السبب الرفض، لكن نعرف من رد السيد المسيح. رد السيد المسيح قال له ايه؟ قال له للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكار، وابن الانسان ليس له اين يسند رأسه. للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكار وابن الانسان ليس له اين يسند رأسه. يقول ايه؟ وقال لآخر اتبعني. واحد وقف ساكت قال له تعالى اتبعني. ايه الكلام ده؟ عايزين نفك التركيبة دي بقى. ربنا كده بينقي الناس في خيار وفي فقوس، واذا كان ربنا بينقي بمزاجه طب وانا ذنب ايه اذا كان ربنا ما اختارنيش؟ فبتبقى صعبة بالنسبة للانسان، وصعبة بالنسبة لحياة الانسان لو ما فهمش القول بان الروح القدس عايز يبين سبب الرفض، ان الله لا يريد ان يرفض هذا الانسان، ولكن يريد ان يصلح من طبيعة الانسان للسلوك خلفه. ايه اصلاح طبيعة الانسان الاول؟ الانسان فينا مش ممكن يجي ربنا الا اذا تغير عن ناحيتين، ناحية الثعلب وناحية طيور السماء. وبعدين خلوا بالكم الثعلب اشارة للمكر والدهاء، وطيور السماء اشارة للخطف، لان قال لطيور السماء في نوعين من طيور السماء، في طيور السماء الاليفة وفي طيور السماء ايه الجارحة. الطيور الاليفة بتسكن في عش، لكن الطيور الجارحة بتسكن في ايه؟ في اوكار. الطيور الجارحة بتسكن في اوكار. الحدقة النسر الصقر، الطيور الجارحة بتعمل ليها اوكار فوق الجبال، فوق قمة الجبال. والوكر ده حتى في اللغة بتاعته في اللغة العربية اشارة لنقطة او اشارة الى نقطة لنصب فخ الاصطياد،
ودي بيقولوها بالنسبة لقطاع الطرق، وبيقولوها بالنسبة للقتلة، وبيقولوها بالنسبة لسفاكين الدماء. مطاريد الجبل بيسكنوا في الاوكار، عاملين وكر معين، الوكر اللي هو البيت اللي بيبقى ملك للشيطان. الثعلب اشارة للمكر، لانه انتوا عارفين ان الثعلب ضعيف الحيل لكن شديد الحيلة. الثعلب لما يروح يصطاد ويلاقي نفسه هيتمسك، بينام وينفخ بطنه ويطلع رائحة عفنة من بطنه لدرجة ان اللي يمر عليه يتصور ان ده ميت، يتصور ان ده ميت. هو عايز يتبع المسيح، بس فيه نقطتين مش مخليين المسيح قادر يسند راسه جوه. جوه قلبك فيه ثعالب وفيه اوكار، والمسيح يسند قلبه فيك فين؟ خلي بالك من الآية، للثعالب أوجرة. أنت عايز تتبعني، مش ممكن تتبعني إلا إذا سكنت في قلبك، وإن ما كنتش أسكن في قلبك مش هتتبعني. السؤال جميل، تتبعني إزاي من غيري؟ وبعدين السؤال فوق مستواك ده، أنت بتقول لي أينما تمضي، أنت عارف أنا ماضي رايح فين؟ أنا ماضي للموت، ويا ريت موت طبيعي، انا ماضي الى موت العار، انا طالع على جبل الجلجثة، انا رايح يتف على وشي ويحطولي اكليل الشوك على راسي ويطعنوني بالحربة في جنبي ويبهدلوني ويضربوني بالصياط وابقى اغنية في افواه شعبي. لدرجة ان قال عني المرنم لما شافني وانا بتألم، قال بالروح القدس كلاب بشان اكتنفتني. بشان، مدينة بشان اللي هي حاليا اسمها مدينة ولف، اللي بيجيبوا منها الكلب الولف العسكري الكبير ده الضخم، حاجة ضخمة جدا، كلاب متوحشة اكتنفتني يعني احاطت بيا. الرومان كلاب بشان اكتنفتني يعني حوطوا بيا كده ومش قادرة اتحرك ولا حركة، ولساني نشف وشربت المر وعظامي انفصلت، لكن واحدة منها ما اتكسرتش، اتبهدلت من اجل شعبي. تقدر؟ ده مش انت اللي طلبت كده، ده ام ابناء زبدي طلبت نفس الطلب وقالت له انا عايز اولادي واحد يكون عن يمينك والثاني عن يسارك. قال لها برضو لازم يسلكوا في طريقي. ايستطيع ان يشرب الكأس التي اشربها؟ ايستطيع ان يصطبغ بالصبغة التي اصطبغ انا بها؟ يقدروا؟ قالت له يقدروا. هي طبعا مش عارفة ايه الصبغة، ايه يعني شو الصبغة يصبغوا بيها، هات اي لون في الصبغة نتصبغ. قال لها على مهم هم هيشربوا الصبغة، بس انت مش فاهمة الكلام، انت بتقولي كلام ما انتش دريانة بيه، لكن الجلوس عن يمينه وعن يساري الاب هيدي بحسب امكانية الانسان في جهاده. اتبعك اينما تمضي. طب احنا عايزين نتبع ربنا النهاردة، مش الاول نريح ربنا جوانا؟ ربنا عايز يسند راسه، ابن الانسان عايز يستريح جواك. الله لا يسكن في طوب وطين، الله يسكن فيك انت، انت مسكن الله، انت هيكل لربنا. ربنا عايز يسكن جوانا، بس ربنا نور وانا مالي الهيكل من الضلمة، ازاي اجيبه وازاي استضيفه؟ لما يكون ضيف غال عليا وجاي اقول له اديني خبر قبليها ليه، ونجه والبيت مكركب ببقى مكسوف وفي نص هدومي، البيت مكركب كنت عايز انضف ووضب عشان يجي ويسكن، لكن الحقيقة انا بنضف وبوضب مش لربنا، انا بنضف وبوضب لابليس وللارواح النجسة، لدرجة ان حتى الروح النجس اللي خرج من الراجل
جال ولف في كل مكان، وبعدين الكتاب المقدس يقول فرجع وجد البيت ايه؟ مزين. فجاب 7 أضعاف او 7 أرواح اخر ودخل في الانسان، وكانت اواخر هذا الانسان اشر من اوائله. انت عايز تتبعني؟ ممكن تسيب الحيلة والمكر. احنا بنتحايل، بننكر على ربنا. اكتر حاجة بيصعب على ربنا فيها مننا ان احنا بنبقى مكرين. يعني ايه مكار؟ يعني يمسك العصاية من النص، مع العالم شوية ومع ربنا شوية. قعدت الست وزنت على دماغه، قالت له بقول لك ايه يا راجل انت لجوزها؟ قال لها نعم. قالت له احنا حالتنا على قدينا، والقراطين الطين اللي معانا بياكلونا بالعافيه، ايه ما رايك في اللعبه الجديده دي؟ ايه يا ستي؟ الرسل، كل الناس بتبيع الارض وبتديها للرسل، فاللي عنده 10 أفدنة واللي عنده 100 فدان واللي عنده 200 فدان واللي عنده 6 قراريط زينا كله بيتحط وكله بيتساوى وياكل مع بعض، فنبيع الارض ونروح نحطها وناكل مع الرسل كويس وناكل ونشرب بدل ما نتعب نفسنا بنص الفدان ولا 6 قراريط اللي عندنا دول. قال لها طب ما فيه نقطة معينة، نفترض صحيح هناكل ونشرب كويس، لكن بعنا 6 قراريط بتوعنا والشركة بتاعت الرسل دي فشلت، نروح فين؟ قالت له لا، ما انا مدبراها، مش هنديهم الفلوس كلها، احنا هنشيل جزء كده عشان لو فشلت نلاقي اللي نتك عليه، لو نجحت ادينا معاهم. امور سعلت، امور لف ودوران، ماسك في الدنيا وعايز يكسب باسم ربنا ورايحين. قال له يا بطرس يا حنانيا ده تمن الحق؟ قال له ايوه، يعني هودي الباقي فين؟ قال له انت مش بتكذب عليا يا حبيبي، انت بتكذب على روح الله. وقع ميت، وقع ميت في الحال، وجات الست ما تعرفش حاجة داخلة. قال لها انت بعت الحقل بالثمن ده؟ قالت له بالضبط هو الثمن ده. قال لهم ما لكم اتفقتم على روح الرب؟ يعني قعدتوا تتفقوا بينكم وبين بعض. ربنا او الله زي ما قال الكتاب لا يشمخ عليه. كلمة لا يشمخ عليه يعني يعرف فكر الانسان، عارف فكرك قبل ما تتكلمه، فحص الكلى ومختبر القلوب، بيفحص كليتك وبيختبر قلبك. وتقول لي اشمعنى الاثنين؟ اقول لك لان الكلية بيمر عليها الدم عشان تاخد منه الشوائب وتطلع الدم نقي وترجعه للقلب، فالكلية بتشيل الشوائب من الدم اللي فيها النفس اللي فيها الحياة، يعني بيشيل شوائب الحياة، والقلب بيستخدم كمضخة لكي تعطي الحياة لكل اجزاء الجسم. فكلمة فحص الكلى اللي هو الضمير اللي بيصح الشوائب ويشيلها منك، ومختبر القلب يعني مركزك في ايمانك في المسيح، مركز ايمانك في المسيح يسوع. يبقى اذا هنا لما يجي بقى يقول له لسه عالب او جرى اينما امضي، الكلام بتاعك صعب، الكلام بتاعك صعب، لكن ده كلام لف ودوران، ده كلام لف ودوران، ما ينفعش. شيل الثعالب، شيل الثعالب اللي عامل لها اوكار جواك. ياه ياه ما بنتحول نتحايل. يجي ابونا الواحد يقول له صلي، يقول له ما عنديش وقت. هذه طريقة الثعلب، اصل لما يقول له مش هقدر اصلي مؤثر في حق ربنا، لكن اقل من التأثير ان يقول له مشغول. طب دبر لي وقت، اجي القداس ازاي؟ ده انا عندي شغل من الساعة كذا ومن الساعة كذا ومش عارف ايه، وما بلاقيش وقت، ويقعد يحسب لابونا وقته كله ما يلاقيش ولا دقيقة فاضية. ويصلح هذا الثعلب من عند ابونا، وهو اقنع ابونا ان مفيش وقت لربنا، بينما هو بيضيع اوقات كتيرة في حاجات فاضية لو الانسان يشوفها هيلاقي ان كان ممكن يدي منها لربنا. لسه عالب او جرها دي يبتدي يدور على نفسه،
ان يهرب من اي عمل لله. اي عمل يقول لك انا مش عارف مش هقدر اصوم طبعا الصيام، طب وانا بدل مش هقدر اصوم طب ما انا اروح يعني اي اقل حاجة اعمل اي فحص طب عند اي دكتور واكشف، لو لقيت شوية الضغط عاليين، لو لقيت شوية الضغط وفيه، لو لقيت عندي شوية انيميا بسيطة، لو لقيت عندي اي حاجة وببساطة اروح لابونا اقول له ده انا عندي انيميا، انا عندي ضغط، انا عندي كذا، انا عندي كذا، يبقى خلاص. وابونا عنده القانون بتاع الكنيسة بيقول له مدام مريض يبقى يفطر. امور ثعالب، امور ثعالب. واحد اكتر من كده يفضل ماجد الصيام لغاية اخر نص الصيام، لو جاني وقال لي يا ابونا افطر هقول له لا، ما يجيش يعترف لغاية قرب اخر الصيام ويجي يقول لي طب يا ابونا انا ما صومتش لغاية دلوقت، طب وانا اعمل ايه بقى؟ هرجعك من الاول تصوم عشان يديله ابونا حل اني يبتدي صوم، طب ما جيتش قلتها لي ليه من اول الصيام؟ امور ثعالب، عايز يتبع ربنا وبيسلك بامور الثعالب وبامور اللف والدوران، وده السبب اللي ما بيخليش ربنا يستجيب للتبعية بتاعتنا، ده السبب اللي ما بيخليش ربنا يستجيب للتبعية بتاعتنا. لا، انا اتبعك، انا اتبعك. حصل في مرة، حصل عندي اشتباه في قرحة في المعدة، ودوني للدكتور رفعت، وبعدين بيقول لي انت عندك قرحة، قلت له طب اشكر ربنا، قال لي ما تصومش خالص، قلت له لا هصوم، قال لي هتموت، قلت له طب ويجرى ايه؟ انت يا دكتور مش بتعرف في قانون اسمه اصابة عمل؟ قال لي اه، قلت له طيب في قانون اصابة العمل الواحد بياخد معاش كبير، لما اموت من اجل الصيام ربنا هيحسبها لي اصابة عمل، لما اموت من اجل الصيام احسن ما اموت وانا فاطر، يبقى افضل ليا اجي اصلي، يجي الشيطان يقول لي انت دايخ وتعبان والنهار كله مجهد، واقف الدنيا بتلف بيك، طب اقعد على حيلك، طب ما ربنا علمان بيك نام النهارده وابقى اصلي بكره، جسمك كله بينقح عليك، وهكذا يبتدي الشيطان ويدخل بالطرق دي. طب وماله؟ انا هصلي واقول لجسده اصلي، يقول لي هموت، اقول له موت وانت بتصلي، ده اللي بيموت وهو بيصلي احسن ما يموت وهو نايم، ده افضل له، ان يجي ياخد الروح يلاقيني واقف اصلي، وهي فيه افضل من كده واعظم من كده ان اسقط وتخرج روحي وانا بصلي؟ ده اشتياق الاباء، كان اشتياق الاباء. الانبا لوكاس الاول بتاع منفروط اللي كانوا بيسموه العلامة، كان كل اشتياقه يقول له خدني يا رب وانا بصلي، وفعلا ربنا خده وهو بيصلي عيد الميلاد، خلص القداس ورش المية ووقع تحت المذبح، خرجت روحه، انطلق من مذبح الكنيسة المجاهدة الى مذبح الكنيسة المنتصرة. امور ثعالب كتيرة احنا بنسلك فيها. انا عايز اقول لا، ممكن تسلك بامور الثعالب مع ابونا، مع اي واحد، لكن بس لاحظ نقطة معينة، ابونا ده وكيل، والوكيل بيديلك بحسب ايه؟ ما يرى. لكن انت لما بتضحك ما بتضحكش على ابونا. انت كنت تضحك على ابونا ماكسيموس؟ لو ابونا ماكسيموس بيديلك جسده هو وبيسقيك دمه هو تقول قدرت اضحك عليه، لكن ده بيديك جسد المسيح ودم المسيح، فانت بتاخد المسيح مش بتاخد ابونا اللي بيديهولك. فانت ان كنت بتلف بتلف على المسيح، وان كنت بتدور بتدور على المسيح. لسه عالب او جرى لف ودوران وهروب من حمل الصليب بتاع المسيح. نمرة اتنين، لطيور السماء اوكار، وكر، وكر الجوارح، الطيور اللي بتنهش في اللحم. ومرة كنت بتكلم معاكم عن الطيور واتكلمت بشرح واضح، لما كنت بقول سقط بعض على الطريق فأتت الطيور وايه واكلته، ولما مسكت الحبة الخردل وقلت جاءت الطيور واوت اليها، فالطيور دايما اشارة، لما يقولوا الطيور يقصد بها الجوارح، وكده حطها واكدتها بكلمة ايه؟ اوكار، لطيور السماء اوكار، يعني وكر، يعني راصد ليك. تبص تلاقي على قمة الجبل واقفة الحيوانات، الطيور المفترسة، الطيور المفترسة تختلف عن الحيوانات المفترسة، تختلف عنها في ايه؟ واقع. اصل الشيطان ما بيجيبش الخطية الا في حالة الضعف، ما يجيلكش وانت في حالة الشدة والقوة. حتى للمسيح ما جالوش الا ساعة ايه؟ الضعف. صام 40 يوم ما جالوش في 40 يوم،
لكن اول الكتاب يقولك ايه؟ جاع اخيرا، جاءوا المجرب، حط الايتين جنب بعض. اول ما بص لقاه جاع قالوا، قال له ايه ما رأيك انت جعان دلوقتي، ايه ما رأيك في حجرين ثلاثة تخلوهم عيش كده، خبز سخن مربرب كده يشبع الجوع بتاعك وتاكل وانت ليك مقدرة بالكلمة انك انت تحول. قال له لا، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بيجي في حالة الضعف. الجوارح ما تقفز على الانسان الا في حالة الضعف. خسارة حصلت، سقوط حصل، فشل حصل، موت حصل، بمجرد ما يحصل ده يجي الشيطان بقى يقولك فين ربنا وفين محبة ربنا وفين استجابة ربنا وفين عمل ربنا، ولو ربنا معاك كنت تبقى فاشل وتبقى ضايع، ولو ربنا بيسمع كان فلان عاش ما كانش مات وخد روحه اللي هو العائل الوحيد بتاع الاسرة. وهكذا يا احبائي تبتدي الطيور تنزل وتنهش بعد ما يتقتل الانسان. اللي بيقتل الانسان حيلة الانسان، واللي بياكل الانسان شهوات الانسان. للثعالب اوجره، ولطيور السماء اوكار، وابن الانسان ليس له اين يستن راسه. وقال لاخر اتبعني. سابه بالصوره دي ما تنفعش، لكن في صوره تانيه تنفع. ايه هي بقى الصوره التانيه؟ صوره الانسان ان يكتشف انه غريب على الارض، او يكتشف انه بدأ ينفتح على الوصية. بداية طرد الثعالب وبداية طرد الطيور كلمة ربنا. اول حاجة تنور قلب الانسان كلمة الله. عشان كده تقولوا لي انت كلمتنا عن الثعالب والحيلة وكلمتنا عن الطيور الجارحة، طيب نضيعهم ازاي عشان المسيح يدخل؟ اول حاجة تضيعهم كلمة ربنا، الوصية، تنفيذ الوصية. سمعت كلمة وتنفيذها. تقولي لي اجت ازاي؟ اقول لكم جت بالنسبة للراجل الثاني. قال له اتبعني، فقال يا سيد ائذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. دي فيها اشارة لايه؟ لتنفيذ الوصية بتاعت اكرم اباك وامك. يعني معناها بدأ يكون قريب من الوصية. دعني ائذن لي اولا ان اذهب وادفن ابي، انا عايز اتبعك. بس ابويا بيخلص، روحه تطلع يا النهاردة يا بكرة يا بعده في النزاع الاخير، ساعات معدودة فضلاله، عايز اقعد جنبه لغاية ما يموت وبعدين ادفنه وبعدين اجيلك. ائذن لي ان ادفن ابي اولا. ائذن لي ان ادفن ابي، معقولة؟ لكن ائذن لي ان ادفن ابي اولا مش معقولة. ليه؟ لان اولا ليس ابي ولا امي ولا اخي ولا اختي ولا زوجتي، بل الله هو الاول والاخر. تنفيذ الوصية بس مش على سبيل العاطفة الانسانية. اللي بيعوق تنفيذ الوصية العاطفة، العاطفة. عشان كده الكتاب لما قال ان اعداء الانسان ايه؟ اهل بيته. طب اشمعنى اهل بيته؟ هل اهل بيته بيكرهوه؟ لا، بمحبتهم بيضيعوه، بمحبتهم بيضيعوه. والواحد بيشوفها كتير، ياما امهات واباء اولادهم يكونوا ملتهبين ناحية ربنا ويجوا لابونا يقولوا يا ابونا قول للبنت ما تصومش، دي عندها امتحانات ومذاكرة ووشها مصفر وقربت تموت، المهم الجسم يتخن ويبقى زي البغل وخلاص. لكن غير كده مش مهم، الروح تقوى تضعف ما يحصلش اي حاجة، مش مهم اي حاجة، المهم العاطفة اللي هي بعيد عن الوصية. لا، العاطفة تبقى في الوصية، مرتبطة بتمام الوصية وباكمال الوصية، اكمال الوصية. فهو حط الاول اولا، اروح ادفن ابي اولا. اولا ما دام اتحط ابيك اولا يبقى هيتحط ميراث ابيك الارضي اولا.
والشيطان كده يدخلك من درجة لدرجة، تروح تدفن ابوك، تقعد مع اخواتك، تبتدي تقسم الميراث، يحصل خناق، نرفع قضايا على بعض، والقضية عايزة تأجيل، والتأجيل عايز استئناف، والاستئناف مش عايز عارف نقض وابرام، وسنة ورا الثانية ورا الثالثة تكون الالتهاب والتبعية بتاعتك ضاعت، وتكون ضعت في العالم زي اللي ضاعوا. زي الملك اللي قال له ابي قليل تقنعني ان اصير مسيحيا والتهب، لكن قال له روح ولما احتاجك ابقى ادعو لك، ولا دعاله ولا اي حاجة. يبقى اذا هنا يا احبائي يكون ربنا الاول، ربنا في تنفيذ الوصية. اصل في حاجات بتعترض وصية الله، زي الكرامة مثلا، كرامتي ممكن بتعترض وصية الله، عايز اجي للكنيسة وعايز اجي لربنا ولكن متخاصمة مع اختي، وبعدين ما اقدرش اصلحها رغم ان انا عارفة ان الوصية بتقول الصحة، لان لو صلحتها ابقى كرامتي اتكسرت وانا اللي جريت لها ورحت لها لغاية عندها، وانا مش ممكن اكسر كرامتي لان انا ما غلطتش فيها. ويقف الانسان مسكين، الانسان ده عجيب. بالعكس، دي الكرامة لصنع الصلح، الكرامة لمن يسعى للسلام، مش الكرامة لمن يهرب من السلام، الكرامة لمن يفعل الخير، الكرامة لمن يبني لا لمن يهدم، الكرامة لمن يعطي لا لمن يأخذ. نحن أخطأنا في حق الله، والله هو الذي نزل من السماء وصنع الصلح، هو اللي صلحنا، هو اللي جه صلحنا، واحنا اللي غلطانين في حقه، مش احنا اللي رحنا له نعتذر له، ده هو نزل يصلحنا، ونزل صلحنا واتصلب وما سمعناش، بعت لنا الرسل، والبولس الرسول جاي لنا يقول لنا نسعى كسفراء عن المسيح كأن المسيح يعظ بنا، نقول للناس تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله. يبقى اذا هنا المفروض فيا ان انفذ الوصية. تنفيذ الوصية عامل مهم جدا، مهم جدا بالنسبة لحياتي، ان انفذ الوصية على سبيل او على حساب كل العالم، ليكن الله اولا وكل شيء اخرا، حتى نفسي من اجل وصية الله ابغضها. تيجي تقولي كرامتك، اقولها بلا كرامتك بلا غيره، وصية الله هي الكل في الكل. عشان كده قال له ايه؟ قال له دع الموتى يدفنون موتاهم، دع الموتى، كل هيموتوا دول، ابويا وامي واخواتي دول، دي العاطفة اللي ربطاني بيهم دي عاطفة مؤقتة، خلوا بالكم. العاطفة في الحيوان، العاطفة في الحيوان ترتبط بيه لغاية ما يبلغ السن بتاع البلوغ، لكن العاطفة في الانسان تنتهي بمجرد ايه؟ ما تخرج روح الانسان. عشان تبقوا عارفين النقطة دي، العاطفة في الحيوان بمجرد ما يوصل سن البلوغ، يعني لو معزة صغيرة خلفت فبنتها تبقى مربوطة بها ايه؟ عاطفيا. لامتى؟ لغاية ما تكمل سنة، بعد ما تكمل سنة العاطفة ايه؟ تنتهي، مفيش عاطفة بالاتنين. عشان كده ممكن ابن معزة يكون زوج ليها عادي، بعد ما يكبر ممكن يكون زوج ليها عادي، مفيش ناحية ايه؟ العاطفة. العاطفة في الانسان مربوطة بخروج روحه. والدلالة على ذلك، لو كانت العاطفة في الانسان مربوطة حتى بعد الموت، ما كانش حد هيروح السماء، صح ولا لا؟ لان هل الناس كلها هتروح ملكوت السماوات؟ لا. طب ايه ما رأيكم في اب يروح السماء ويعرف ان ابنه في جهنم بيتعذب؟ يعيش في السماء ازاي لو العاطفة موجودة؟ واحدة ست تبقى في السماء بتتمتع بالمسيح وتعرف ان ابنها بيتلهلب في النار، تستريح ازاي؟ طب يبقى مش هتستريح، ده هتبقى في نار النار، مش هترتاح دقيقة ولا لحظة. عشان كده قالت يكونوا كملائكة الله، ومدام كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون، يبقى اذا مفيش عاطفة الا عاطفة واحدة، هي عاطفة الرباط بالمسيح في جسد المسيح ككنيسة واحدة، كل انسان بحسب العمل المقرر ليه بحسب جهاده في رباط دم المسيح اللي سفك على الصليب. عشان كده قال له دع الموتى، العواطف اللي انت شايفها دي بالموت بتنتهي،
حواليك ناس كتار، لكن بمجرد ما تخرج روحك ما تلاقيش حواليك حد، تنادي لأهلك ما يسمعوكش، تشوفك بعينيك وما يشوفوكش، مين اللي يقف جنبك؟ اللي صدقتهم بالروح، اللي صدقتهم بالروح. عشان كده الكنيسة حلوة تقول ايه، وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي. بتخاطب مين؟ العذراء. وناس كتيرة انا شفتها بعناية، شفت اكتر من 5 وهم بينتقلوا يقولوا ايه، العذراء وصلت، العذراء واقفة على الشباك، وصلت، ابتكر على طول، عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي. حوش الملاك اللي واقف جنب القلة دي، واحد يقول لي كده، حوش الملاك اللي واقف من جنب القلة، شيل القلة احسن تقع، احسن يضربها برجله. ملاك ماسك صليب والعذراء جنبه واقفة، ايه ده؟ هنا البقى اللي انا بصدق. عشان كده بيقول الكتاب، يقول احنا ليس غرباء ونزلاء، على مين؟ على جماعة القديسين واهل بيت الله. رباطنا رباط سماوي مش رباط ارضي. اربط نفسك بالارض، وصاحب فلان بيه وعلان بيه وفلان باشا وفلان الوزير الفلاني وفلان الرئيس الفلاني، وفطر كله ده هيموت وهينتهي، وبالموت كله ينتهى. دع الموتى يدفنون موتاهم، واذهب انت اكرز بملكوت الله. ان الله امتلك قلبك فمالكش تاني عاطفة الا الله، وكله من خلال الله، كله من خلال الله. يبقى اول حاجة تقضي على الحيل بتاعت الثعلب. نمرة 2 تخلي بالك من الجوارح الشهوات اللي هي بتتهمك. نمرة 3 ترتبط بوصية المسيح اللي هي تجعل تنفيذ امر المسيح اولا والكل بعد كده. نمرة 4 وهي اخر حاجة، واحد جه قال له اتبعني ولكن ائذن لي ان اودع الذين في بيتي، فقال له ليس احد يضع يده على المحراث ويلتفت الى الوراء يصلح لملكوت السماوات. لا تلتفت الى الخلف مرة ثانية، اللي هي التوبة الكاملة. نمرة 4 الاخيرة، تقديم توبة كاملة في تبعية المسيح. مش مهم اللي فات من حياتك، مش مهم الماضي، ما تبصش لورا ولا حتى تتأمل في الورا، بص في اللي جاي لقدام. اللي جاي فتح لك احضانه وبيقول لك تعالى. طب واللي وراي المتلسل؟ يقول لك ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف النقي. تعالى، محوتك غيمة اثامك، محوتك غيمة ذنوبك واسامك، شلتها زي الغيمة، طرحت كل خطاياكم فين؟ في بحر النسيان، لان دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. مش مهم الماضي، حط ايدك على المحراث، ما تبصش لورا. وانت عارف اللي يبص لورا مش هينفع. اول ما امرأة لوط التفتت الى الخلف عملت ايه؟ طب اشمعنى عمود ملح؟ اشمعنى الملح؟ يعني ايه العمود ملح؟ الملح الفاسد بيتحجر، الملح الفاسد بيتحجر، والملح اشارة للاعمال الصالحة. عشان كده يقول لنا انتم ملح الارض، اذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح لشيء، بل يطرح خارجا ويدس من الناس، يبقى زي الحجارة. عشان كده صارت عمود ملح، يعني صارت كل اعمالها فزد، صارت ضياع، صارت فساد. واحد بعد ما يحط ايده على المحراث يلتفت للوراء، ينفع ازاي؟ بعد ما تشبع بنور المسيح ترجع تاني الخرنوب الخنازير؟ بعد ما تتآية الخطية ترجع تلتهم القيء مرة تانية؟ عشان كده الكتاب يقول ككلب عاد الى قيئه. ده القيء هي الحاجة الوحيدة اللي الواحد ما يرجع لهاش، الحاجة الوحيدة. الانسان ما يقرفش من نفسه، لكن يقرف من القيء بتاعه، بيبقى بيتآية ومش طايق ريحة القيء. ليه؟ لان الاكل اللي في معدته المعدة نفسها مش طايقاه، لفظته. فاذا كانت المعدة لفظته مش طايقاه، يرجع حلها تاني.
اذا كانت الخطية مررتك وجرحتك وتعبتك تكترها مرة تانية، لذة شدتك سلخت فيها وفي الاخر حسيت بندم ولومت نفسك، ما الفائدة في لذة يعقبها ندم؟ يفكرك الشيطان باللذة، فكر نفسك بالندم اللي بعد اللذة. قل لنفسك كده، انا اكل من طبق حمضان مرتين، في حد ياكل من طبق حمضان لقمتين؟ ما حصلتش. روحت البيت قلت لهم جعان، جابوا لي طبق اكل، غمست اول لقمه لقيت طعمها حمضان، قلت لهم لا شيلوا الاكل ده هاتوا لي اكل تاني. مش معقول بعد شويه كده نص ساعه اروح مادد لقمه تاني واكلها، ما انا خلاص ذقتها، الشهوه عجبتني، ذقتها لقيتها مره وحمضان، برجع لها تاني ليه؟ برجع لها تاني ليه؟ الماضي ما يهمش، لكن ما تلتفتلوش تاني. يا امرأة، نعم، في حد من اللي واقفين دانك؟ قالت له لا. قال له الماضي انا نسيته، مش حدينك، بس خلي بالك، اذهبي ولا تعودي تخطئي لألا يكون لك اشر. خدي درس، طول انات الله عشان يقتادك للتوبة. ما يضحكش عليك الشيطان ويقول لك طب ما لو الخطية مرة ما كان خدك ربنا من ساعتها، وما سايبك ليه؟ ده سايبك عشان تدي توبة. عارف الالام، عارف الالام اللي بيبقى فيها الانسان، عارفها، عارف الالام. انسانة يا احبائي كان ابوها انسان متدين جدا، وكان بواب في عمارة في شبرا، وكانوا عايشين تحت السلم، وكانت كنيسة الان بنطونيوس ما يسيبهاش ابدا، بس ما كانوش لاقين ياكلوا، وفي الاخر مات الراجل، ما لقيوش يكفنوه، قعد في البيت 24 ساعة. فين وفين لما ربنا بعت اسرة، والاسرة دي حنت وجابت لهم الكفن وكفنوا الراجل ودفنوه في مدافن الصدقة. وبعدين مراته كانت ست جميلة الشكل، فاستغلت جمالها وسلكت في طريق الخطية، في بحر سنتين بنت عمارة في روكسي في مصر الجديدة، وبقت ست مغتنية، وعلمت بنتها الوحيدة، وخدت بنتها بكالوريوس تجارة، وبعدين ماتت الأم، صلوا عليها وحضر صلاتها 2 أساقفة و4 كهنة، وبعدين بقيت البنت بالثروة الكبيرة لوحديها، وجلست لكي تحسب حساب النفقة مع نفسها. امشي في طريق مين؟ امشي في طريق ربنا اللي مشي فيه ابويا وما كانش لاقي ياكل، ولما مات ما لقيش حد يدفنه، ولا امشي في طريق ام اللي بنت البيوت ولما ماتت حتى الكنيسة اكرمتها اعظم اكرام؟ امشي في طريق مين في الاثنين؟ امشي في طريق مين في الاثنين؟ واخيرا استقر رأيها انها تمشي في طريق امها، وقالت انا همشي في طريق امي، مفيش حاجة اسمها مسيح ومفيش حاجة اسمها ربنا، لكن صلوات ابوها نفعتها. وهي نايمة بالليل جه ملاك وحملها وقال لها تعالي اوريكي ابوكي ووريكي امك، وصعد بيها الى اعلى اعلى، تقول لي اعلى من قمم الجبال، لغاية ما دخل بيها الى مدينة عظيمة، بتقول سمعت الالحان والانوار، وابتدى الملاك يشرح لي كل قديس في القديسين اشوفه واخد بركته، وكنت ماشية في وسط جناين رهيبة ونوافير من العطور اللي رائحتها جميلة، وموسيقى من كل الجوانب بتدي انغام روحانية. قالت حسيت ان انا خلاص خفيفة جدا، وبعدين بصت لقيت موكب كبير، فقال لها عارفة موكب مين ده؟ قالت له المسيح رب المجد. قال لها لا دي الملكة ام الملك، تعالي خدي بركتها. قربت من العذراء وخدت بركتها، فبتقول بصت لي وابتسمت، وبعدين قال لها تعالي اوريكي باباكي، فخدها وراح لباباها، واقف مع ناس بيرنم وبيهلل في قصر عظيم. البنت انبسطت قالت له بابا انت قاعد هنا وسايبني لوحدي، انا مش عايز اسيبك. قال لها لسه لك رسالة في الارض، كمل رسالتك وانت تيجي عندي، كمل رسالتك وانت تيجي عندي. وبعدين قالت له لا انا مش هسيبك، فالملاك راح شدتها، فراحت وقع في الهواء، في وسط الهواء راح ماسكها، قال لها تعالي اوريك امك. فبتقول نزل بيا في جحر
عميق، كل ما اقرب لجوه الاقي نتانة وعفانة 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 ونتانة. وبعدين قالت بصيت لقيت قربت، لقيت عبارة عن بير ضخمة القطر بتاعها اكتر من 200 متر، وطالع منها لهيب نار، وبرميل بوسع البير بسلاسل بيترفع نار كله وينزل يخبط، اسمع صوت بيصرخ بيقول اي. قربت من البير وسمعت صوت ام بيصرخ وهي بتتلهلب بالنار. وبعدين قالت لها يا بنت انقذيني، ده انا كنت كل اللي عملته عشان اعيشك، مد ايدك وشديني. قالت لها يا ماما انا ما اقدرش ما اقدرش، ده انت بعيدة جوه. قالت لها مديني، قالت لها ما اقدرش، وبتمد ايدها فايدها اتحرقت من النار، صرخت صحيت لقيت صوابعها الاربعة محروقة، ولغاية النهاردة الاربع صوابع بتوعها محروقة بالنار. فقالت لا، تركت كل شيء وذهبت لكي ما تعيش عروسة للمسيح في احد الاديرة حبيبها. احبائي، اللي يحط ايده على المحراث لا يلتفت الى الوراء. لو سلكنا بهذا سنجد في عامنا المقبل تبعيتنا الحقيقية للمسيح الذي يعمل فينا وبنا، له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين. واحد بيسأل بيقول لقد اخفى الله على الانسان متى سيموت الانسان، حيث يأتي الموت كاللص، وذلك حتى يكون الانسان مستعدا للتوبة في اي وقت. والسؤال، لماذا اخفى الله سر الملكوت ولم يقول الاشياء الجميلة التي توجد بداخله؟ لا يا حبيبي، ربنا ما اخفاش اسرار الملكوت، ربنا اعلن اسرار الملكوت. ولما اجتمع مع التلاميذ، وهنوصل لها في انجيل متى، ما في انجيل متى اسمه انجيل ايه؟ الملكوت، انجيل الملكوت، ده هياخد معنا بتاع 8-9 محاضرات ورا بعض. فهنا لما نيجي نقول اسرار الملكوت اخفاها، قال للتلاميذ لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات، لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات. لكن يمكن صاحب السؤال يقصد ان ربنا كان يقول لنا ايه اللي في السماء. اقول له لا، اللغة المادية لا تستطيع ان تعبر عن الامور غير المرئية، عشان كده ما يقدرش بقى. اذا كانت احنا الامور المادية ما بنقدرش نقولها بامور مادية، بنخترع كلمات ونسميها الاكسبريشن، مصطلحات. فاذا كانت الحاجة المادية تبص تلاقي الدكتور يقول لك الحاجة الفلانية، يقول لك كلمة كده، تقول له فسرها لي، يقول لك مش عارف، مش عارف افسرها، انا عارفها لكن مش عارف افسرها لك بكلمة بالعربي. عارف الامور المادية ما تقدرش انت توصفها. طب انا هقول لك على حاجة مادية تقدر توصفها. تقابلت مع واحد زي صعيدي ما كلش التفاح الامريكاني في حياته وما شافوش، وقلت لك انا سمعت على ان في حاجة اسمها تفاح امريكاني، اوصفها لي. هتقول لي ايه؟ هتقول لي شكل القوطة وريحة مش عارف ايه وزي ايه وطعم ايه، لكن مش هي. فاذا كانت الامور المادية ما تقدرش تشرح حالي، فكم وكم بالامور السماوية غير المرئية؟ مش ممكن طبعا. عشان كده ربنا ما اخفاش اسرار الملكوت. وخاف احسن واحد زي حضرتك برضو يا صاحب السؤال يفتكر ان ربنا اناني اخفى عننا اسرار الملكوت او السماء، ويقول ليه ربنا مخبيه عننا. ربنا خلى اثنين طلعوا السماء، قال لنا اثنين منكم يجي يشوف. طلع يوحنا ورجع كلمنا برموز ما فهمناش منها حاجة. قلنا بولس الرسول ده راجل فيلسوف ولسانه معبر ودقيق وممكن يفسر لنا. راح بولس رجع قال لنا ايه؟ شفت ايه يا بولس؟ قال شفت كل حاجة. ايه هي؟ ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما اعد الله للذين عرفونه. يبقى ربنا شرح حولك، يبقى بقى في عينك وفي ودنك وخطر على قلبك، يبقى بقى ما هو الملكوت. عشان كده بولس الرسول شاف حاجات ما قدرش يتكلم عنها، لكن اسلوب يعبر، يقول يا ناس ان الام الزمان الحاضر، ضيقات العالم كله، لما تجيب الضيقات من اول ادم لاخر واحد اللي اتعذبوا بالنار وبالزيت وبالقتل وبالبهدلة، لا تقاس، ما تجيش واحد على مليون، بالمجد العزيز الذي سيستعلن فينا. كفى ان يوحنا الرسول يقول ايه؟
كلمة يا ريت تفكر فيها. قال لك احنا دلوقتي اولاده ومش عارف في الاخر هنكون ايه، لان برضو يوحنا راح زي بولس، لكن قال كلمة جميلة انا كاتبها عندي في البيت، كل ما ادخل الشقة ابص لها يقولك ايه، سنكون مثله، سنكون مثله. ايه ده سنكون مثله؟ هنبقى زيه في شكله في جماله. اذا كان هو شمس البر هننور زيه، عشان كده الكتاب يقول لك ويضيء الابرار في الملكوت كالشمس، ويضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم كالشمس. هو نور العالم، احنا هنبقى ايه؟ نور العالم، انتم نور العالم. هو مرفوض في العالم، احنا برضو نبقى مرفوضين من العالم. عشان كده ما تقفش تتزمزق وتقول لي انا مهضوم حق، انا مش عارف ايه، انا الناس بتبهدلني، ليه ما تجيبولناش حقوقنا؟ طب خد حقوقك في الارض، زي اللي يقول وجديا لم تعطيني، خد الجدي اللي عايزه في الارض، وخليك زيك زي غيرك وانت توصل وتاخد كل الدرجات وتخسر حياتك الابديه. لا، هو مرفوض من العالم هنبقى مرفوضين، هو حجر مرفوض احنا نبقى احجر مرفوض. عشان كده نبهنا وقال اذا كانوا قد فعلوا بالعود الاخضر هكذا فكم وكم بالعود اليابس اللي هو انا وانت. فما نقدرش نقول ان الله اخفى اسرار الملكوت. عندما يموت الانسان البار وتصعد روحه الى الفردوس، هل ستظل روحه ماكسة في الفردوس حتى المجيء الثاني للمسيح؟ اشرح لنا ما سيحدث. او ليس مكان ولكنها حالة، لان اللي بيصعد هو ايه؟ الروح. والمكان ده مرتبط بايه؟ بالمادة. الروح غير مرتبطة بمكان، لكن الروح ليها حالة. تصور كده اتنين قاعدين جنب بعض، والاتنين في الثانوية العامة وظهرت النتيجة بتاعتها، واحد جاب 98% ونجح والتاني سقط لثالث سنة، والاثنين ملزوقين في بعض، واحد منهم في جحيم والثاني في فردوس. صح؟ حالة، حالة الروح من جوه، حالة الروح فردوس. فردوس لا يرتبط بالمكان ده بحالة. طب انت بتسألني بتقولي قولي مثلا عايز تعرف الفردوس فين وحالته ايه؟ لا، ده انا هسألك سؤال ابسط من كده، اين توجد الروح في داخل جسدك؟ ما نروحش بعيد، خلينا فيك انت عارف نفسك كويس. الروح توجد فين فيك؟ في العقل ولا في القلب ولا مالية الجسم كله؟ واذا كانت مالية الجسم كله، لو اتقطع الدراع تبقى مدلدلة ولا تتقطع ولا تنكمش ولا تحصل ايه؟ الطب بيقف في امور بيسميها سر الحياة. فاذا كنت انت لا تستطيع ان تعلم اين مكان الروح فيك، اتريد ان تعلم اين الفردوس الذي ستسكن الروح في انتظار مجيء المسيح؟ حالا كانوا اتنين مع يوسف، والاتنين في زنزانة واحدة، السقة والخباز. الخباز قال له بعد 3 ايام هتطلع ويقطع الملك رقبتك، والسقة قال له بعد 3 ايام هتطلع وتروح للملك. ما رأيكم في 3 ايام بالنسبة للاتنين وهم في زنزانة واحدة؟ عاش 3 ايام الخباز في الجحيم، وعاش 3 ايام السقة في النعيم. الخباز مش عايز 3 ايام ينتهوا، والسقة نفسه 3 ايام ينتهوا في لحظة. هذا الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. الارواح لما بتطلع بتطلع بتبقى في حالة فرح وليس في مكان، لان المكان مرتبط بالمادة بالجسد. عشان كده السماء الجديدة والارض الجديدة، عشان هنروحها بالروح والجسد بمكان بقى. ثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة، لان السماء